انظروا إلى كلام أحد أئمة الكبار من الوهابية وهو الإمام ابن باز في كتابه أو في كتاب فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، يقول هناك الجزء في الجزء الأول طبع بإشراف مؤسسة الشيخ عبد العزيز مدار الوطني للنشر. هناك أعزائي أشير أيضا إلى الطبعة، الطبعة الأولى سنة 1428 من الهجرة في الجزء الأول صفحة 355. التفتوا ماذا يقول الإمام ابن باز، يقول: سؤال، يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث مع العلم بأنه كذا وكذا ونوقش من قبل العلماء، ولكن أصر على إنكار المهدي المنتظر. الجواب: مثل هذا الرجل يكون كافرا والعياذ بالله. السؤال: إذا لم تكن مسألة الإيمان بالمهدي وما ذكره من مسألة نزول عيسى وإلى غير ذلك تعد من المسائل الأساسية والأركان الأساسية في الإيمان، لماذا أن إنكارها يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الكفر والخروج عن الملة. لأنه أنكر شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له، ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها، فيكون كافرا، لأن من كذب الرسول صلى الله عليه وآله فهو كافر، ومن كذب الله فهو كافر. عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله. حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجى الثار على ثارك.